طيب في كتابك هذا، ما الكتب التي اعتمدت عليها في هذا الكتاب؟ طبعا في الدرجة الأولى أنا أخاطب جمهور المسلمين، لهذا لا أستطيع أن أعتمد على كتب الإمامية، لأني وأنا سني لا أثق بهذه الكتب ولا أعتمد عليها. صحيح. لهذا كان اعتمادي في الدرجة الأولى على كتب الحديث، كتب السنن، وفي الدرجة الأولى ما رواه البخاري، ما رواه مسلم، النسائي، ما رواه النسائي، يعني أقصد الصحاح الستة أو كتب السنن الستة، ثم نعم. كتب أخرى كمسند أحمد، سنن الدارمي، مستدرك الحاكم، وكتب التاريخ المعروفة، وكتب السير، وكتب التراجم. فهي كتب في مجموعها كتب جمهور المسلمين. طيب، طيب هناك من أمور يقول؟ خاصة حدثت لك أثناء تأليف هذا الكتاب؟ نعم، أتذكر أنني كنت أحقق بعض المسائل. أتذكر حادثة وقصة مالك بن نويرة، ذلك الصحابي الذي قتل ظلما. فحين أخذت كتاب الإصابة ولا أعرف من أين سأبدأ، فمالك بن نويرة يبدأ بحرف الميم، فهل سيكون في الجزء الثاني أو الثالث؟ فأخذت أحد الأجزاء لا على التعيين، وفتحت الكتاب أيضا، فوجدت مالك بن نويرة في تلك الصفحة جاءت لوحدها بفضل من الله عز وجل. هذا الأمر كان يتكرر معي في كتب أخرى، وأحيانا أجد موضوعا أهم من الموضوع الذي أبحث فيه، وتكررت هذه المسألة أنه عدة توفيق مرات، إلى طريق. وتبين لي، تيقنت أنه توفيق من الله عز وجل لكي أمضي بهذا الطريق. نعم. طيب، ما هي الأسئلة التي توجهها لجمهور المسلمين حتى تدفعهم للبحث للتنقيب؟ الأسئلة كثيرة جدا، هناك في القرآن الكريم، في السنة النبوية، النصوص، فقط نحتاج أن لا نقف عند التفسير الموجود، لنتساءل أكثر وأكثر. حين يقول الله عز وجل إنما أنت منذر للنبي ولكل قوم هاد، كل قوم لهم هادي ونحن قوم، فمن هو الهادي؟ لاحظ، علينا أن نجد جوابا. أنا أقول صحيح. للمشاهدين الجواب موجود في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، ولكن أدعوهم للبحث في هذه المسألة وغيرها من المسائل. هذه مسألة مثلا الهادي، حديث الثقلين، ليتساءل الإنسان لماذا لا نعمل بحديث الثقلين؟ لماذا لا نأخذ بفقه وعقائد أهل البيت عليهم السلام كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حديث مثلا في مسند أحمد، من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية، جاهلية، نعم. ويعضده قول الله عز وجل يوم ندعو كل أناس بإمامهم. فمن هو الإمام؟ من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية. من هو إمامنا في هذا الوقت؟ على المسلم أن أن يتساءل يبحث. نعم. ويجد إماما. أسئلة عديدة وكثيرة جدا لن تجد لها جوابا إلا في مدرسة أهل البيت. منها الحديث اللي يذكر أن الأئمة 12. أحسنت، هذه مسألة أخرى، وهناك هل هو خيرة. صحيح عندهم هذا هذا الحديث؟ صحيح، وهناك خيرة في تفسير هذا الحديث. هناك هم النص ينص على أنهم 12. لم يجدوا له مخرج في. هناك اختلاف كبير بين شراح هذا الحديث، بعضهم أدرج يزيد من ضمن هؤلاء. لاحظ، فهناك أسئلة عديدة وكثيرة جدا. ما الذي شيعك؟ هل هي كتب الشيعة أم أنك لم تفتح أي كتاب للشيعة وتشيعت من كتب السنة، وكيف ذلك؟ في بدايات بحثي لابد أن أقرأ في كتب جمهور المسلمين، فبحثي كان في كتب السنن، في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، سنن النسائي، مستدرك الحاكم، مسند أحمد، وهذه الكتب، تاريخ الطبري مثلا وغيرها من الكتب. فهذه الكتب هي التي شيعتني لوجود الحقائق في هذه في الكتب. هذه هذه الكتب. الكتب موجود فيها، نعم، موجود حديث الثقلين، موجود حديث الغدير، ولكن علي أن أتجرد وأفهم هذه النصوص كما هي. أضرب مثالا للمشاهد الكريم، حين أجد حديثا صحيح، صحيحه الألباني وغيره، يقول صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني وأنا منك، وأنت ولي كل مؤمن من بعدي أو بعدي. هاي كلمة ولي كل مؤمن من بعدي، كيف أفسرها؟ إذا أفسرها بالمحبة والنصرة
أنت محب وناصر كل مؤمن من بعدي، ألم يكن علي في حياة النبي محب وناصر؟ صح، صح. لاحظ، ولماذا من بعدي ولي كل مؤمن؟ الولي صحيح. هل كان غير مناصر في حياته أحسن، من بعدها علي أصبح أن مناصر؟ أضع الأمور في مكانها الصحيح. وهكذا كثير من التأويلات ترد على هذا الحديث وغيره، ولكنها لا تستقيم عند التحقيق والبحث السليم. والكتب هذه هي التي شيعتني، صحيح مسلم، سنن الترمذي، مستدرك الحاكم، تاريخ الطبري، وكل هذه الكتب هي التي دعتني إلى التشيع، لوجود النصوص التي تدعو إلى التشيع، والنبي صلى الله عليه وآله هو الداعي الأول إلى التشيع. الدعوة إلى التشيع دعوة إلى موالاة أهل البيت، إلى اتباعهم، إلى حبهم، وهو يدعو إلى هذا في حديث الثقلين وغيره. يعني أنت تنصح الجمهور المسلمين فقط أن يحركوا عقولهم ولو قليلا، وأن يتجردوا من التعصب ومن الخلفية المذهبية حين يقرأوا هذه النصوص، كما ذكرت بأن إذا قرأت مثلا لشخص هو رافضي لا تقول لا هذا الحديث متروك، لأن من ذكره مثلا هو من تشيع أو من محبين أهل البيت. نعم، علي أن أنظر إلى مسألة الوثاقة في الدرجة الأولى، وبالعكس هذا علي أن أخذ بروايته، لأنه اتبع وصية النبي ووالى أهل صحيح. البيت واتبع هل اتبعهم. هل هناك من مثلا يقول بأن فلان هذا ثقة في نقل الحديث ولكن لا ننقل عنه لأنه متشيع؟ هنا يقسمون هذه المسألة بين الشيعي والرافضي، فيأخذون بروايات الشيعة ويعترفون أن الشيعة نقلوا قسما كبيرا من التراث، وترك رواياتهم يعني حذف قسم من التراث، فللشيعة فضل على المسلمين عموما على نقل كثير من الأحاديث. أما رواية ما يعرف بالرافضي فهذا يقسمون، هناك تفصيل في هذه المسألة، إذا كان داع إلى بدعته فيرفضون هذا الشيء، وإذا لم يكن كذلك وكان ثقة فيأخذون بروايته، ومجموعة ممن يسمونهم روافض رووا في صحيح البخاري، لاحظ حتى هؤلاء رووا قسما من تراث جمهور المسلمين، فلاحظ فضل الشيعة أو الروافض على كتب التراث. طيب، من هي الشخصية التي تأثرت بها من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم؟ سيد أهل البيت هو رسول الله صلى الله طبعاً عليه وسلم، ذلك بلا شك. نعم، فهو حبيب الله سيد الخلق. حين نتأمل بسيرته يستوقفني دائما ذاك النص الذي يقول فيه ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، لم يؤذى أذى جسديا إلا قليلا، في غزوة أحد مثلا في بعض الأحداث أوذي أذى جسديا، فماذا يقصد؟ إنه الأذى النفسي، نفسي، نعم. أذى اللسان، فمن الذي كان يؤذيه صلى الله عليه وآله؟ وما أوذي نبي مثل ما أوذيت. على المسلمين أن يبحثوا في أمثال هذه القضايا. صحيح. هل من قصة تحب أن؟ لا إله إلا الله، الله ربي، محمد نبي، علي إمامي، لا فتى إلا علي، علي إمامي، علي إمامي، علي إمامي.